Salut à tout le monde, moi je m'appelle Joud, je suis avec vous pour enseigner la langue française. Marhab bikou, ma'akou ana Joud, mudarrisat lougha fransiya. Soyez le bienvenu dans la deuxième leçon de français, la première année préparatoire, le deuxième semestre. Aujourd'hui, on va continuer le cours khas bi révision d'unité 1, partie 2. Qui est le cours khas bi l'imtihan. زي ما قلت لكم قبل كده مهم قوي انه نتدرب على الحاجات اللي خدناها تمام يعني عشان اقدر اتاكد ان انا خلاص المعلومه دي انا فهمتها استوعبتها صح لازم احل الاكزرسيس ولازم احل اول مره اوكي بصيت على الاجوبه مفيش مشكله لكن المره الثانيه لازم احل كده والاجابات تبقى فاضيه وبعد كده ايه اتاكد من حلي واهم حاجه اللي انا باكد عليها دايما على طول هي الكتابه دايما 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 لازم نكتب تحت اي بند لازم نكتب ما نعتمدش انه لا خلاص انا هكتب اول حرف مثلا من الكلمه تختصر لي الدنيا لا مش مطلوب منكم كده لازم تكتبوا الكلمه على بعضيها علشان تتركز في دماغكم وما تغلطوش بيها ايه في الامتحان خلاص طيب احنا دلوقتي هنخش في الجزء الخاص بإكزرسيس او إكزامان اللي هو الجزء ده alors on a ici lis ce document puis répond aux questions qu'est-ce que ça veut dire يعني اقرا هذا المستند ومن ثم اجب على ايه على الاسئله طيب هنقرا المستند ده اللي احنا عارفين طبعا قبل كده انه ممكن يبقى نص ممكن يبقى ديالوج انا من شكله من اول ما ببص عليه شايفاه نص عادي شفت تاريخ هنا مفيش تاريخ طيب شفت حاجه بتدلني انه هو مثلا حوار ديالوج انه شخصيتين بيتحاوروا او ثلاثه لا وبالتالي هو عباره عن ايه عباره عن نص عادي Le père de Céline a une pharmacie. Sa mère est médecin. Elle travaille dans un hôpital. Céline a 12 ans. Elle va à l'école préparatoire. Elle aime les mathématiques et le français. Le samedi, elle va au club. Céline a deux frères, Théo et Jean. Théo a 18 ans et Jean a 10 ans. Je répète une autre fois. Alors, on a ici. Le père de Céline a une pharmacie. Qu'est-ce que ça veut dire? Yani, والد. والد Céline, عنده et عنده صيدلية. إذن عنده إيه؟ عنده صيدلية. Sa mère est médecin. والدة Céline هي طبيبة. إذن والدة Céline هي طبيبة. Travaille dans un hôpital. يعني هي تعمل في مستشفى. Céline a 12 ans. يعني Céline عندها 12 سنة. Elle va à l'école préparatoire. يعني هي تذهب إلى إيه؟ إذن تذهب إلى المدرسة الإعدادية. Elle aime les mathématiques et le français. يعني هي تحب الرياضة أو الرياضيات واللغة الفرنسية أو Le samedi, elle va au club. يعني يوم السبت هي تذهب إلى النادي. Céline a deux frères. يعني Céline عندها أخين اللي هم مين؟ Théo et Jean. اسمهم إذن تيو إي جون تيو a 18 ans يعني تيو عنده 18 سنة وجون عنده كام إذن a 10 ans عنده 10 سنين خلاص طيب maintenant on a les questions a choisi le bon groupe يعني اختر الإجابة الصحيحة أو اختر يعني من ضمن الجروب المحطوط الثلاثة اختر إيه الإجابة الصح أو الإجابة الجيدة جون إي le père de Céline, le frère de Céline, le cousin de Céline. طيب انا ببص كده جون قالوا لي ايه هنا قال لي انه هو عنده 10 سنين وقالت سيلين انه هي عندها اثنين اخوه وبالتالي بيبقى ايه اذا هيبقى هو اخو سيلين يعني جون اي لو فرير دو سيلين On a aussi le père de Céline a يعني والد سيلين عنده تمام فيرب افوار a Deux fils et une fille, يعني ابنين وابنة. ولا trois fils, يعني تلات ابناء. ولا trois filles, تلات بنات. طيب انا دلوقتي انا عندي سيلين خلاص؟ طيب وعندي مين؟ اذا عندها سيلين اثنين اخوة. وبالتالي هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن اخين و يعني اثنين ابناء وابنة واحدة. وبالتالي هنا deux fils et une fille. Théo a
طيب تيو عنده كام سنة؟ هو قال لي عندي 18 ans، وبالتالي هبص هنا عندي 12، عندي 18 وعندي 20، طبعا هي 18. 12 يعني 12، 18 يعني 18، 20 يعني 20. سيلين va à l'école، يعني سيلين تذهب إلى المدرسة. préparatoire يعني المدرسة الإعدادية، ولا primaire الابتدائية، ولا سكوندير الثانوية. طبعا هبص هنا هلاقي ايه، إذن va à l'école préparatoire اللي هي دي. طيب la mère de Céline travaille dans، يعني أم سيلين تعمل في صيدلية، une pharmacie، ولا un hôpital في مستشفى، ولا une école يعني مدرسة. هبص هنا إذن والدة سيلين la mère أو sa mère est médecin. Elle travaille dans un hôpital. يعني تعمل إيه؟ تعمل في مستشفى. طيب. Maintenant on a B. Mais vrai ou faux. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني ضع علامة صح أو خطأ. Céline n'aime pas les mathématiques أو les maths. يعني Céline لا تحب الرياضيات. هي طبعا قالت إيه؟ قالت إنه elle aime les mathématiques et le français. وبالتالي إيه؟ وبالتالي faux. Comme ça. Céline va au club le jeudi. يعني Céline تذهب إلى النادي يوم إيه؟ يوم الخميس. طيب Céline هنا قال لي إيه؟ le samedi، يعني يوم السبت. وبالتالي هتبقى برضو faux. طيب le père de Céline est pharmacien، يعني والد Céline هو إيه؟ هو صيدلاني. طبعا a une pharmacie، مظبوط، عنده صيدلية، وبالتالي إيه؟ وبالتالي هو صيدلاني، يعني vrai. بعد كده جون a un petit frère، يعني جون عنده أخ صغير. طيب هبص كده، إذا هل جون عنده أخ صغير؟ هو طبعا أصغر حد اللي هو جون، عنده 10 سنين، أخوه عنده 18 سنة، وبالتالي إيه؟ وبالتالي فو. طيب آخر حاجة تيو و جون sont les cousines de Céline، يعني تيو وجون هما بيكونوا إيه؟ إذا بيكونوا انا ما قلتش كوزان، تمام، انا قلت ايه؟ قلت كوزين دو سيلين، تمام. يعني تيو وجون هما بيكونوا ايه؟ بيكونوا يعني اولاد او اولاد خالد مين؟ اذا سيلين. طبعا لا، هما تيو وجون هما ايه؟ هما اخوه مين؟ اذا اخوه سيلين، يبقى ايه؟ برضو فو. طبعا هنا مكتوبة خطأ، أكيد خطأ مطبعي ده، لأني كوزان هو إيه؟ إذن هو ابن العم أو ابن الخال. كوزين ابنة العم أو ابنة الخال، بس مش مشكلة، هي تقريبا خطأ مطبعي. طيب maintenant on a choisi la bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني اختر الإجابة الجيدة أو الإجابة الصحيحة. Tu salues ton ami le matin. Tu dis، يعني أنت بتحيي أو بتسلم على صديقك في الصباح، فأنت بتقول له bonjour، بتقول له صباح الخير، ولا بتقول له بونسوار مساء الخير، ولا بتقول له ميرسي شكرا. لا طبعا بتقول له ايه؟ بتقول له بونجور. طيب tu te présentes à une personne tu dis، يعني انت بتقدم يعني بتقدم نفسك لشخص، فانت بتقول له سي لامي دو هاني، يعني انه صديق هاني، ولا جو مابيل يوسف، انا ادعى يوسف، ولا فوالا مراد، يعني ها هو مراد. طبعا لا، انت بتعرف نفسك فبتقول ايه؟ je m'appelle يوسف. on a aussi tu remercie ton ami tu dis، يعني انت تتشكر صديقك، فانت بتقول له pardon يعني عذرا، ولا merci شكرا، ولا d'accord يعني موافق. انت هنا بتتشكره، بتعمل ايه؟ remercie يعني شكر، تمام. فانت في الحالة دي ايه هتقول له؟ هتقول له بكل بساطة merci، بس بسيطة، صح ولا لا؟ طيب on a aussi tu demandes à une personne la profession de son père il dit، يعني انت بتسأل شخص عن مهنة والده، اذا بتسأل شخص عن مهنة والده او بابا، فانت هو بيقول لك، انت بتسأله عن مهنة والده فهو بيقول الشخص ده il est médecin يعني هو طبيب، ولا je suis journaliste انا صحفي، ولا qu'est-ce que vous faites ماذا تفعلون. لا طبعا هيقول لك ايه؟ هيقول لك إيه؟ متسأل، انت بتسأله، مش هيجاوبك بسؤال. maintenant on a tu demandes à ton ami l'heure de son arrivée à l'école il dit، يعني انت بتسأل صديقك عن ساعة وصوله للمدرسة، فهو بيقول لك، انت بتسأله عن ساعة وصوله.
فهو بيرد عليك بيقول كيل اور اتيل يعني كم هي الساعة؟ طبعا لا جاريف ا 7 اور ادمي يعني انا اصل على الساعة 7:30 ولا ا كيل اور اريف تو ا ليكول يعني في اي ساعة انت تصل الى ايه الى المنزل. طبعا انت بتسأله فهو هيرد عليك ايه، هيقول لك انا اصل الساعة كذا، اذا جاريف ا 7 اور 30 او جاريف ا 7 اور ادمي، تنفع دي وتنفع دي. طيب on a aussi 6 tu demandes à ton professeur son nom tu dis يعني انت بتسأل استاذك عن اسمه فهو بيقول لك comment ça va يعني كيف حالك ولا qui êtes-vous من انت او من انتم je m'appelle عادل انا ادعى عادل. انت بتسأل المدرس بتاعك عن ايه عن اسمه فهو هيقول لك ايه هيقول لك بكل بساطة je m'appelle عادل خلاص. طيب ton camarade te demande la profession de ta mère. Il dit, يعني زميلك تمام أو رفيقك يعني بيسألك عن مهنة والد يعني بصوا te demande لاحظوا معايا ton camarade تمام اللي هو زميلك te demande يعني بيسألك أنت te demande ركزوا الحاجات دي ممكن تتلخبطوا بيها la profession de ta mère بيسألك إذن عن ايه؟ اذا بيسألك عن مهنة مين؟ مهنة والدتك دو تامير خلاص؟ فإل دي إلي أفوكات يعني هي محامية إلا 33 يعني عندها 33 سنة ولا كسكل في؟ هو بيسألك إذا هو بيسألك عن مهنة إذا مهنة إيه؟ إذا مهنة والده والدتك عفوا فأنت بتقول فهو هيقول لك إيه؟ هيقول لك كسكل في يعني ماذا تفعل أو ما هي مهنتها؟ طيب maintenant on a ton ami te demande ta nouvelle adresse il dit يعني صديقك بيسألك عن عنوانك الجديد صديقك بيسألك أنت عن ايه اذا عن عنوانك الجديد فهو بيقول لك او ابيتو يعني اين تسكن او اين تعيش ولا مون ادريس اي 5 رو السلام لو كير يعني انا عنواني في 5 شارع السلام القاهره ولا او فاتو اين تذهب لا طبعا صديقك بيسالك عن عنوانك الجديد تمام فهو بيقول لك او ابيتو بكل بساطه. طيب tu demandes طبعا ركزوا بالحاجات دي te و ta و ton لان بيلخبطوا فعلا فلازم الجمل دي نركز فيها قوي خلاص. طيب tu demandes à ton ami où le médecin travaille il dit يعني انت بتسأل صديقك اين الطبيب يعمل اين يعمل الطبيب فهو بيقول لك اذا انت بتسأل ايه بتسأل صديقك عن ايه اذا اين يعمل ايه الطبيب فهو بيقول لك إلي فارماسيان هو صيدلاني ولا il travaille à la pharmacie هو يعمل في صيدلية في الصيدلية ولا il travaille à l'hôpital طبعا ميدسان أكيد هيشتغل إيه في الأوبيتال اللي هو المستشفى إذن هو يعمل في إيه في المستشفى. طيب tu identifies une personne tu dis يعني أنت بتعرف شخص فأنت بتقول c'est un stylo إنه قلم ولا qu'est-ce qu'il fait ماذا يفعل ولا c'est mon cousin يعني انه ايه اذا انه ابن خالتي او ابن عمي طبيعي انت هنا بتعرف شخص مش بتعرف شيء. طيب ton camarade te demande l'heure il dit يعني زميلك يعني بيسالك عن الساعه فهو بيقول il est 8 heures اذا ركزوا معايا il dit ton camarade te demande l'heure il dit يعني زميلك بيسالك عن الساعه فهو بيقول لك إلي ويتر بيقول لك ساعة كذا ساعة 8 لا طبعا هيقول لك إيه كيلور إتيل كم هي الساعة أديزور يعني على الساعة 10 لا طبعا إذا كيلور إتيل خلاص يعني الحاجات دي أنا مش عايزة إن أنتوا تاخدوها على الشبه لا أنا عايزة نفهم الجملة وزي ما قلت لكم قبل كده كل ما تكررت الجملة تكررت الكلمات كل ما بتلاقوا الدنيا سهلة تقدروا تفهموا إيه من المعنى العام. طيب on a maintenant 3 associé A à B ده هنا توصيل يعني انت بتطابق بين كولون A وكولون B. tu aimes le français بيسأل هنا tu aimes le français هل تحب الفرنسية طبعا جوابها يقول c'est un journaliste انه صحفي ولا Alexandrie في الاسكندرية ولا oui يعني نعم ولا هالة يعني هالة تمام اسم خلاص اسم علم. Tu aimes le français? طبعا هيبقى ايه؟ اذا هيبقى الجواب سي. كوم سا.
طيب comment vous appelez vous يعني ما هو اسمكم خلاص هتبقى ايه هتبقى اكيد هذا خلاص الجواب بتاعها طيب دي كومسا طيب كي اس يعني من اذا من طب لاحظوا هنا انا بسأل عن مين اذا بسأل عن شخص كي اس من هذا خلاص فيبقى ايه سيتون جورناليست اذا انه صحفي يبقى او فاتو يعني اين تذهب طبعا اذهب الى ايه الاسكندريه فتبقى ا الكسندري طيب maintenant on a choisi le mot convenable qu'est-ce que ça veut dire يعني اختر الكلمه المناسبه طيب هو مدي لك طبعا ايه اختيارات هنا حتى انتم غير اختيارات مفروض ايه مفروض تعرفوها على طول طيب ات جورناليست طبعا ده ايه ده فيرب اتر je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont على طول انا هشوف عندي دايما في الجمله لازم يبقى عندي ايه فاعل وفعل ومفعول به خلاص طيب هنا ناقص عندي ايه ناقص عندي الفاعل فبالتالي ات الات بتاخد ايه بتاخد فو ما بتاخدش لا نو ولا تو اكيد طيب اكوت دو لا ميوزيك اكوت منتهيه ب او وبالتالي التصريف المنتهي ب او من غير ما ابص المفروض يبقى ايه يبقى ايه او ال خلاص طيب ايه لافيك اس ما تنفعش ال يبقى هي دي ايه لافيك اس ما تنفعش وبالتالي هقول ايه لكوت دو لا ميوزيك يعني انه يستمع الى ايه الى الموسيقى ابيتون او ان اس هبص هنا عندي او ان اس تمام هتاخد مين هتاخد نو مباشره مش هتاخد لا تو ولا فو وبالتالي هتبقى ايه نوز ابيتون ا باري يعني نحن نعيش او نسكن فين في باريس ال ترافاي كير يعني هو يعمل طبعا احنا قلنا ايه على القاهره قلنا قاهره لو تمام فبالتالي هتاخد ايه هتاخد او ما تاخدش ا ليه لانه هي ايه البلد ده هو واخد ايه ماسكولين مذكر وبالتالي هياخد او او اللي هي كانت قبل كده الو بس الالو تقيله على البق فايه قالوا ايه قالوا انه لا دي تستبدل وتبقى ايه وتبقى او il travaille au cœur c'est pharmacien يعني انه صيدلي هقول ان ولا دي لا طبعا هو ماسكولين فبالتالي هتبقى ايه c'est un pharmacien بكل بساطه انه ايه اذا انه صيدلي aussi on a s يعني هنا عندي طبعا ايه عندي ك وعندي او وعندي كي طب هاخد اي واحده بقى انا هنا اقدر اقول ك اس ك اس يعني بصوا انتوا دايما جربوا عشان ايه برضو لو غلطتوا في الامتحان لو قلت ك ك اس لا طبعا وتتلى حرفها صوتيه حتى لو حذفت ما تنفعش كس لا طبعا يبقى دي خطا طيب هقول او ويس لا طبعا اين لا اكيد لا هقول ايه اذا كيس كيس يعني ايه يعني من اذا كيس طيب لو بوس اريف يعني الباص يصل مفروض على الساعة ايه السابعة ستو فبالتالي هتاخد ايه هتاخد ا دايما مع الساعة ايه بياخد ا ما بياخدش او ولا بياخد او افيك اكس طيب vous appelez comment طبعا مفروض ايه مفروض تاخد فو تانية ليه بقى لاني فيرب ابلي اللي هو فيرب سابلي هو من الافعال الضميرية اللي هو قلنا ايه اذا مفروض سابلي هو ده اصل الفعل شايفين طيب اصل الفعل هو سابلي ان ده من الافعال لفيرب برونومينو وبالتالي ايه وبالتالي انا هنا بياخد مع الجو م مع تو تو مع ال مع الايل سو مع النو نو ومع الفو فو ومع الايل افيك اس والال افيك اس هياخد ايه سو طيب وبالتالي هنا هتاخد ايه هتاخد فو كومسا طيب كوزين دو كامي اي افوكات يعني ابنة خالة كامي هي ايه هي محامية طبعا اكيد هتبقى ايه دي فيمينا فبالتالي هتاخد ايه لا كوزين وليس له ولا الى ابوستروف طيب مون امي ابل جون طبعا احنا قلنا دايما الكلمة اللي هنا يعني الفاعل ده لو كان كلمة فهو بيعوض يا اما بإيل يا اما بإيل حسب لو ماسكولا او فيمينا باعتبار ده ماسكولا فتقريبا انا عوضته ايه بإيل الإيل مفروض ايه مفروض تاخد سو وبالتالي لو حطيت سو لا تتلى حرفها صوتيا هتاخد ابوستروف وبالتالي هتبقى ايه اذا مون امي سابيل جون انا بيهمني تعرفوا ليه اخدت اس ابوستروف وليه ما خدتش ام ابوستروف وكلام من ده تمام ما بيهمنيش ان انتوا بس تحلوها صح لا انا بيهمني تفهموها ليه حليناها كده طيب maintenant on a choisi le verbe convenable qu'est-ce que ça veut dire يعني اختر الفعل ايه المناسب هقول هنا nous comptons
يعني نحن ايه؟ نحن سعداء. طيب انا عايزه اقول نحن نكون سعداء، فبتدي هتبقى ايه مع النو فعل الكون، هتبقى صم، لا ايه ولا ات. الايه بتاخد مع التي والات بتاخد مع الفو، ابتدي ايه هتاخد صم. طيب كسكل، عندي هنا كسكل، عندي في وفي وفت. طيب في اي اس المفروض تاخد تصريف مع مين؟ مع جو وتو. طيب في اي تي المفروض بتاخد تصريف ايه؟ بتاخد تصريف مع ال، وبالتالي هتاخد اذا كسكل في، يعني ماذا تفعل؟ وفت مع الفو. طيب ما مير اي مون بير ميدسان، احنا قلنا لما بيبقى عندي حاجتين يبقى بقيت جمع، وبالتالي ايه الى افيك اس، لاني فيمينا و ايه وماسكولين بس بلوريال، فبالتالي هتبقى ايه اذا سون، اذا سون ميدسان. نو اليون يعني نحن ايه، نحن ذاهبون الى اليون. طيب هتاخد فا؟ لا طبعا، هتاخد مع نو او ان اس، وبالتالي هتبقى نو زالون، نو زالون ا ليون. طيب كيسكو فو، انا عندي هنا طبعا في وفت وفون، طيب مع الفو هتاخد ايه؟ هتاخد فت بكل بساطه، تمام. ودول رجعناهم في الفيديو السابق، الناس اللي ما حضرتش الفيديو السابق يا ريت تحضروه وتحضروه بتركيز، تمام. طيب مانتونو اون ال، ال افيك اس، عندنا مارتين اي زيو او زوي، ال طبعا المفروض يعني اسمائهم، تمام. فهقول ايه اذا؟ هقول ال سابيل، اذا او ان تي لانه جمع، اذا ال سابيل مارتين اي زوي، زوي. مون بير ا باريس، كيسكو سا فودير، يعني والدي يعمل في باريس مفروض. طيب مون بير مفروض بعوضها ايه؟ بعوضها بايل، تمام. فبالتالي هتاخد مع الايل او. يعني وبالتالي هتاخد مع الايل ايه؟ او. فبالتالي هبص هنا هلاقي عندي ترافايي ترافايي ترافاي، لا طبعا هتاخد ترافاي. تو لا تلفزيون، طبعا تو عندي ريغارد ريغارد ريغاردي، طبعا مع تو بتاخد ايه؟ بتاخد او اس، فبتبقى تو ريغارد لا تلفزيون، هل تشاهد التلفاز او تلفزيون؟ ال افيك اس اليكول، طبعا عندي فون وعندي الون وعندي الي، لا طبعا هتاخد ايه؟ هتاخد فون لانه فيرب الي، فا ايل فون اليكول يعني هم ذاهبون الى ايه؟ الى المدرسه. نو فوتوغراف، يعني هقول ات ولا سون ولا سوم؟ لا طبعا نو سوم، اذا نو سوم فوتوغراف، نحن نكون مصورين. كو عندي تو، مع تو مفروض ايه؟ مفروض او اس. هبص هنا هلاقي عندي في وفت وفون، طبعا مع الجو والتو بتاخد ايه؟ اي اس، فبالتالي ايه هتبقى كو في كو في تو. ال اتونتا يعني طبعا مع ال هتاخد ايه؟ هتاخد او. هبص هنا عندي ترافاي 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 او اس مفروض مع التو، ترافاي او مع ال، وبالتالي دي ترافاي او ان تي مع ايه؟ مع الجمع. طيب جي ابوستروف افيك ما فامي، هقول جابيت جابيت اذا ابيت ولا ابيتي؟ طبعا جابيت الاول واحده اللي هي مع جو بتاخد او، جابيت افيك ما فامي يعني انا عايشه مع عائلتي. بعدين عندي هنا سي ابوستروف، عندي او اس او اس تي وات، لا طبعا هتاخد ايه؟ هتاخد او اس تي، اذا سي لو فرير لانه معرف عن الشخص، سي لو فرير دو رانا يعني انه اخو رانا. جو عندي هنا في وفا وفا، طبعا هتبقى ايه؟ اذا جو في، اذا جو في او كلوب. الو on a aussi choisi le mot interrogatif convenable. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني اختر الكلمة ايه؟ كلمة الاستفهام المناسبة. خلاص؟ طيب احنا طبعا خدناه قبل كده. بقول هنا ايه ton père؟ يعني هقول ايه؟ هقول كي ايه ton père؟ يعني من هو والدك؟ ولا كو ايه ton père؟ طبعا دي غلط، هي معناها ما بس غلط. كلي تون بير؟ لا طبعا كلي المفروض تاخد ايه؟ بتاخد لغير العاقل، فانا بتكلم عن عاقل فهتاخد ايه؟ هتاخد كي كي تون بير، من هو والدك. بعدين عندي هنا سافا، هقول كي سافا؟ لا طبعا كو سافا، لا كومون سافا يعني كيف حالك، فهاخد ايه؟ هاخد كومون اللي هي بمعنى ايه؟ بمعنى كيف. اوغيتيل مفروض كيلور، ما هي الساعة؟ إذا اللي هي دي، إذا كيلوغيتيل، ما باخدش دي لأنه دي للماسكولا، ولا باخد كو اللي هي ما. غنا أبيت يعني رنا تعيش، إذا غنا أبيت هقول كي؟ لا طبعا أو أين، ولا كو اللي هي ما؟ لا طبعا أو، إذا أين تعيش رنا. بعدين عندي هنا تابيل تو،
هقول ايه؟ اذا كومون تابيلتو، يعني ماذا تدعى؟ اذا كومون تابيلتو، است كو تون بير في، يعني هقول كيسكو تون بير في، ولا كي اس تون بير، طبعا لا مش ظابطه، كو لا هتبقى ايه؟ اذا كيسكو تون بير في، يعني ماذا يفعل والدك؟ خلاص الحاجات دي يعني زي ما تقولوا كده هي مراجعة للحاجات اللي خدناها، فمفروض انه يعني انا بمشي عليها سريعا على اساس ان احنا خدناها قبل كده، ولو انتوا عندكم اي سؤال ممكن تقولوا لي ايه المشكلة اللي عندكم، يعني ايه حاسين انتوا مثلا في ضعف معين او حاجة معينة انتوا قلقانين منها، فقولوا لي عليها بحيث انه احنا نلمها. انا ما بحبش انه نتقدم في اللغة الا لحد ما نقدر نكون لمين كل حاجة، ما يبقاش عندنا ايه حاجة ناقصة او حاجة في بالنا او قاعدة معينة احنا ايه احنا مش فاهمينها. طيب maintenant on a complété ces phrases. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني اكمل هذه الجمل. J'arrive à، انت هتكملها طبعا حسب ما انت متخيل، حسب تصورك، بس بايه؟ بحاجة مناسبة، بحاجة صح تنطبق على ايه؟ على الجملة. Alors j'arrive à، أصل طبعا بعد الآ مفروض ساعة يجي، فأقول مثلا جاريف أ سيتور على سبيل المثال، إذا أ سيتور تنفع دي. لو فخير دو بير سي، يعني الأخ الأب، تمام، هو مين بيكون؟ إذا سي لونكل، هو العم، أخو الأب طبيعي هيبقى إيه؟ هيبقى العم. طيب مون بير إيه؟ يعني أنا والدي هو، ممكن أقول إيه ميدسان مثلا، اي فارماسيان مثلا على سبيل المثال، خلاص اذا ايه ميدسان. طيب جابيت، هنا هقول ايه؟ جابيت مثلا او كير، جابيت او كير اون ايجيبت، اذا طبعا ايجيبت مفروض كده، يعني مفروض تاخد ايه؟ اذا مفروض تاخد ماجسكول، يعني حرف كبير. طيب لو بروفيسور ترافاي دون زون ايكول، اذا المدرس يعمل فين؟ في مدرسه، بس بكل بساطه. تمام. طيب اوسي اون في دي فراز، برضه هنا هعمل جمل. طيب مديني هو كلمات عشان استعملها في عمل جمل. اتر وميدي، هقول مثلا سي ميدي بكل بساطه، شايفين؟ يعني انه الظهر. تمام. كيلور، هقول ايه؟ اذا هقول برضو كيلور اتيل، كيلور اتيل يعني كم هي الساعة. ما ننساش طبعا أداة الاستفهام. ترافايي بروفيسور، هقول ايه؟ اذا لو بروفيسور ترافاي، لاحظوا معايا، اذا ترافاي dans une école، او ممكن اقول ايه؟ dans une école، او ممكن اقول إجابة تانية مثلا، ممكن اقول انه je travaille comme un professeur مثلا، انا اعمل كايه؟ كمدرس مثلا، ممكن دي وممكن دي. طيب s'appeler شريف، يعني هقول ايه مثلا؟ ممكن اقول je m'appelle او il s'appelle، مش مشكلة، اذا je m'appelle شريف، شايفين؟ كومسا او il s'appelle شريف. مونا افوكات، هقول ايه؟ اذا مونا ايه؟ افوكات، يعني مونا هي عبارة عن ايه؟ اذا هي عبارة عن محامية، تكون محامية. لوكسور ترافايي، هقول ايه؟ اذا جو ترافاي او il ترافاي، خلينا نغير شوية، اذا il ترافاي مثلا ا لوكسور، بس كومسا. طيب فير تو، ممكن اقول كيسكو تو في، او ممكن اقول مثلا تو في مثلا تي دوفوار، هل عملت واجباتك مثلا، تنفع دي وتنفع دي. تمام. او كيسكو تو في تونتا ابيتي مثلا، ممكن اقول إيل ابيت او إيل ابيت أ طنطا، يعني هو يعيش فين؟ في طنطا. طبعا يعني أجوبة كتير أو جمل كتيرة زي ما أنتوا عايزين، بس زي ما نخدوا أبسط حاجات عشان إيه ما تغلطوش. طيب كومبليت سو ديالوج، بيير، عندي بيير وعندي لوك،
هكمل. Je m'appelle Luc. طبعا ايه سؤال هيبقى؟ إذن comment tu t'appelles؟ comment؟ طبعا ما ننساش انه دايما الحرف في اول الكلام او الجملة لازم ياخد ماجسكول، حرف كبير. إذن comment tu t'appelles؟ كوم سمع اس طبعا. Je m'appelle Luc. او ممكن اقول ايه لو هم مثلا مش عارفين بعض، الافضل طبعا انها تقول تبقى ايه، اذا فو سابلي كومون كوم سا، بس دي افضل طبعا اقوى. خلاص طيب je m'appelle Luc. طيب je suis pharmacien. ممكن اقول له ايه، que faites vous؟ que faites vous؟ شايفين je suis pharmacien. J'habite à Paris. مثلا هنا هقول له vous او habitez-vous بكل بساطة. ممكن إذن او كوم سا، إذن او habitez، لاحظوا معايا، إذن او habitez-vous يعني أين تعيشون؟ J'habite à Paris. كوم سا تمام. يعني دايما حاولوا تراعوا انه الديالوج ممكن يكون ايه، اذا ممكن يكون مثلا اتنين بيتعرفوا على بعض لاول مره، فانتبه لموضوع ايه، موضوع ان انا اخد فو. تمام بس كده خلاص. وهنا طبعا بنكون انتهينا من الاكسرسيس، وهن يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل مراجعه برضو لـ unité 2. Au revoir.